جريدة دنماركية خبيثة حكومية تعرض صورا كاريكاتيرية تصور فيها سيد ولد آدم بأبشع الصور، فتارة تصوره وهو يضع على رأسه قبعة فيها قنبلة، وتارة تصوره وهو يحمل خنجرا بين النساء، وتارة تصوره وهو يطارد النساء القصر، وفي أخرى يقول لأتباعه ليس عندنا من الحور مزيد، وزادوا في وقاحتهم وصوروه على أنه ساجد وكلب على ظهره. لم تسلم حتى أمعاؤه من سخريتهم واستهزائهم، فصوروا بطنه مرسوما وهو مفتوح ورسومات قبيحة في بطنه، وتمادوا يوم أن احتج المسلمون هناك وطالبوا برد اعتبار واعتذار، فجعلوها مسابقة مفتوحة لأحسن رسمة كاريكاتيرية. هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام؟ هم يسخرون ويستهزئون ونحن نتحدث عن سماحة الإسلام؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، وأمة لا تستطيع أن تدافع عن قائدها لا تستحق أن تنتصر على أعدائها، ونبكي على أنفسنا وندعو الله ألا يجعل أجيالنا مثلنا، فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش، وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء، ولا أن يضحك علينا المخنثون من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمطلق الحرية. ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو هندوس، هل أصبح عباد البقر أرجل بالنار؟ أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف الحكومات الإسلامية؟ وأين مواقف أمة المليار؟ عباد الله، لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء له وحفظه وحمايته من كل من يؤذيه، وهذا أدنى ما له من الحق علينا، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بعضنا جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لقد أعلنوا الحرب والعداوة علينا بدءا بكلبتهم الفاجرة ملكتهم الخبيثة التي ألفت كتابا عن مذكراتها وقالت فيها أنه لا بد من التصدي للإسلام وأن المسلمين في الدنمارك كالغدة السرطانية. ألا قبح الله وجهها لم يبقى إلا النساء الكافرات. أما رئيس وزرائهم أفجر الفجار فقال إن لصحافتنا الحرية في التعبير عن آرائها وشعورها ولن نوقف أحدا عن ذلك. ما أدري ماذا سيكون شعوره لو كان اليهود هم المعنيون. أما رئيس قضاتهم فرفض القضية المرفوعة من المسلمين ضد تلك الصحيفة، فالقضية عباد الله ليست قضية جريدة تسيء إلينا، لكن بلد كامل بصحفه وملكته ورئيس وزرائه، فماذا بعد هذا وماذا ننتظر؟ غارت حكومات العرب على رؤسائها وزعمائها ولم تغار على سيد البشر. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب أو رئيس من رؤسائها؟ سأترك لكم الجواب، فالجواب معروف. يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم نبيكم يهان، فماذا أنتم فاعلون؟ ستقاطعون حليب نيدو وزبدة الأرباك؟ أهذا الذي استطعتم عليه؟ اسمعوا من خبر غيرة الصادقين. في يوم الحديبية أرسلت قريش عروة بن مسعود ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله تعالى ألا تدخل مكة عليهم عنوة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأيام الله
لك عني بهؤلاء الذين معك قد انكشفوا عنك غدا وتركوك. وكان أبو بكر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أمصص بضل اللات، أنحن ننكشف عن قول وفعل؟ فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: بأبي هو وأمي، هذا ابن قحافة، هذا الصديق. ثم أراد أن يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة ابن شعبة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الحديد والمغفر، فلما مد يده قرع المغيرة يده بنعل سيفه وقال له: أمسك يدك عن لحية رسول الله، أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله ألا تلجأ إلي. قال عروة: ويحك ما أفضك وأغلظك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة، لا قرابة لا حسابة. رجع عروة إلى قريش بعد أن رأى ما يصنع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع نبيهم، كان لا يتوضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده هنيئا لهم والله. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذه. فرجع يقول لقريش: إني جئت كسرى في ملكه وقيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل ملك محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فأنتم ورأيكم هكذا كان تعظيمهم، هكذا كان تعظيمهم، فكيف هو تعظيمنا؟ أين نحن من سنته واتباع هديه ونصرة دعوته؟ اسمع اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه، اسمع اسمع حتى تعلم لماذا اختار الله أولئك الرجال لصحبة نبيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقال له خالد الهذلي يجمع الناس في مكة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له: يؤذيني خالد الهذلي، يؤذيني خالد الهذلي ويتطاول علي. فقال الجندي: روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء، روحي لروحك فداء، مرني بما تشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي، اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. ما تردد الصادق ولا تلكى، ما قال اعذرني، ما قال المهمة صعبة، ما قال أرسل معي فلانا أو فلان، لكن قال مستفسرا: يا رسول الله ما رأيت الرجل قط ولا أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. كانت العرب تقول: خالد الهذلي رجل بألف رجل من شدته وبأسه، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار، لكن أهل الإيمان لا يهابون إلا الجبار. يقول شيخ الإسلام: ولا يخاف من المخلوق إلا من في قلبه مرض. فانطلق ابن أنيس الشاب التقي النقي حتى وصل إلى مكة، حيث أقام خالد الهذلي مخيما له في منى يجمع الناس لمؤامرته الدنيئة. فجاءه عبد الله بن أنيس عارضا خدماته ومساعداته، فالحرب خدعة، فقبله وأدناه، وكان ذو رأي ومشورة فقربه منه. وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهذلي خلف الخيام، فاخترط عبد الله بن أنيس سيفا واجتز رقبة الرجل. هكذا أصحاب محمد، هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة، يحمل رأس الكلب بين يديه. فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه، فما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه، ما إن رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أفلح الوجه، خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون، خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة،
وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكفن معه في كفنه، شاهد وآية وعلامة أنه نصر الله ونصر الرسول. هذه أخبارهم، فما هي أخبارنا؟ هذه مواقفهم، فما هي مواقفنا؟ قال الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدقوا في حبهم لله ولرسوله، فصدق الله معهم. منهم من اهتز عرش الرحمن عند وفاته، ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فقال: تمنى يا عبدي، قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال له الله: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أحل عليك رضواني، ولكن أحل عليك رضواني، فلا أسخط عليك أبدا. منهم من غسلت الملائكة بين السماء والأرض، ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخبرني أنه يحبك، إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة: أقرئها من ربها ومني السلام، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أليس هم الذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يقول قائلهم من الكفار، يقول: الإسلام دين لو كان له رجال، يقول: الإسلام دين لو كان له رجال. إي والله ما كذب، اليوم يسيئون لإسلامنا وقرآننا ويشتمون نبينا، ثم يقولون: لماذا أنتم إرهابيون؟ فماذا تريدوننا أن نكون؟ انبطاحيون؟ مستسلمون؟ حرام في قوانينهم السخرية بالأديان إلا الإسلام، ويقولون عن الإسلام أنه دين الساقطين أخلاقيا، يقصدون بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أين لنا بأمثال معاذ ومعوذ؟ أين لنا بأمثال ابن أنيس وأولئك الرجال؟ اسمعوا هذا الخبر ولنبكي سويا على أنفسنا. ذكر صاحب الدرر الكامنة في المجلد الثالث الصفحة 202 للتأكيد أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمير مغولي قد تنصر، فأخذ أحد دعاة النصارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوط، فزمجر الكلب بشدة ووثب على الصليبي فخلصوه منه بصعوبة. فقال رجل منهم: هذا لكلامك في محمد. فقال الصليبي: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه. ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة أشد مما كان. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره، فوثب الكلب بعد أن قطع رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال، فمات من فوره، فأسلم نحو من 40,000 من المغول. غارت وغضبت الكلاب، فأين غضبتنا؟ اشتاقت لك الجمادات والأشجار يا حبيب الله، فأين أشواقنا؟ كان الحسن البصري رحمه الله إذا سمع حديث بكاء جذع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله، الجماد والجذع
يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون أنتم إلى ذكراه؟ كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه: اشتقت لإخواني، اشتقت لإخواني. فيقولون: ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني. فماذا عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوضه وقال لنا: استهزؤوا بي وشتموني وآذوني، فماذا فعلتم دفاعا عني وعن عرضي؟ هذه فرصتكم إن أردتم عز الدنيا وشرف الآخرة، فها هو باب الشرف فتح لكم على مصراعي لتنصروا الله ورسوله كما نصره الفيصل رحمه الله والشرفاء من قبله. أليس محمد صلى الله عليه وسلم قد نشأ وترعرع وانطلق بدعوته من هذه الأرض المباركة ومات فيها؟ فأين غضبتكم لله ورسوله؟ العالم كله ينتظر منكم موقفا يعيد للأمة كرامتها التي داسوها تحت الأقدام، قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لن نقبل باعتبار من الصحيفة الفاجرة، ولا باعتبار من كلبة الروم ورئيس وزرائها. ألا لعنة الله عليهم أجمعين، سببتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاوية. فإني وإن عنفتموني لقائل في دل رسول الله أهلي ومالي، أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. الأيام بيننا يا عباد الصليب، الأيام بيننا يا عباد الصليب، وسنرى من تكون له العاقبة ومن الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله: إن شانئك هو الأبتر، فكل من شنأه أو بغضه أو عاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. أليس الله هو الذي قال: إنا كفيناك المستهزئين؟ فالله كاف عبده، لكن الله أراد أن يبتلينا بصدق محبتنا لنبينا. فماذا نحن فاعلون؟ فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا، فهو دنيانا وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، اليوم نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب، ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك. ووالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. إن أحب أسماء المنادى لنا حين يقال لنا يا أمة محمد، إن أحب أسماء المنادى لنا حين يقال لنا يا أمة محمد، وحين ننادى بها نقول لبيك 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 يا رسول الله. والخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون. فالشباب والشيب والنساء والأطفال متعطشون للذب عنك وعن عرضك وعن التراب الذي وطأته قدميك.
وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزبدتهم، هم يحتاجوننا. قاطعوهم قطعهم الله، ولا تكن المقاطعة ليوم أو لأيام، بل أبدا ما حيينا. لسان حالنا ما قال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا تجارنا لا تخذلونا، يا أهل الصحف والجرائد والمجلات لا تخذلونا، يا أهل الشاشات والقنوات لا تخذلونا، يا ولاة الأمور يا ولاة الأمور يا خدام الحرمين لا تخذلوا أمة محمد. فليكن ولاؤنا لله ورسوله والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وصفيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجز عنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم من تطاول على نبينا بقول أو برسم فأخرس لسانه وشل أركانه واجعله عبرة للآخرين. اللهم وفق ولاة الأمور لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. آن الأوان، آن الأوان ألا تأخذنا في الله لومة لائم، آن الأوان ألا تأخذنا في الله لومة لائم.